السلام عليكم. اليوم نروحوا لولاية تاع وهران لنقف على الأشغال تاع هذه الإقامة السكنية الضخمة واللي تتكون من عمارات ضخمة ما يسمى بإقامة لي سان كونتينون اللي تتواجد على الواجهة البحرية لمدينة وهران بالقرب من المجمع السكني تاع إذن الباهية وهران. نخليكم إذن تتابعوا هذا الصور اللي تعطينا فكرة عن مستوى تقدم الأشغال بهذه الإقامة السكنية الرائعة وكذلك بالتصاميم نتاع هذه الإقامة. نترككم تتابعون والسلام عليكم. هذا راه غادي يكون زوين يكون هذا جاي باش يكون